السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. رجعنا مع بعض بفيديو جديد، وإن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكراسون زي ما واضح قدامكم كده. هنعمل المولتو اللي بيحبوه الولاد كلهم، وهنحشيه بالشوكولاتة زي اللي بنجيبه من بره بالظبط. يا رب إن شاء الله الطريقة سهلة وتعجبك وتنفذيها كمان. يلا نعمله مع بعض ونشوف بيتعمل إزاي. هنحتاج هنا معانا لعجينة الكراسون زي ما انتوا شايفين، دول كوباية ونص من اللبن. ممكن تستبدليه بالمية عادي، النتيجة هتكون واحدة والله وعلى ضمانتي. معايا هنا نص كوباية من الزيت، معايا معلقتين سكر، معلقة خميرة فورية، رشة ملح، معايا للدهن زبدة هنسيحها مع بعض، ومعايا للحشو الشوكولاتة دي اللي قدامكم، وطبعا الدقيق بتاعنا اللي هنعجن بيه. أول حاجة هنعملها قبل ما نشوف هنعمل ايه، كمان معايا الفانيليا نسيت اقول لكم عليها. هجيب كده الحاجة اللي هعجن فيها، احط فيها الخميرة، هحط كمان السكر، معلقتين السكر، هنزل باللبن الى نوع ما كده اللبن يكون دافي او ما يكونش ايه خارج من التلاجة. هدوبه كويس، خلاص كده بعد ما دوبتهم هسيبهم بس ايه 10 دقايق هركنهم علشان الخميره بتاعتي تتفاعل، وابقى جاهزه العجنه على طول. ايه الخميره كده بتاعتي بعد ما سبتها 10 دقايق، شايفين اتفاعلت ازاي كده، دلوقتي جاهزه اقدر اعجن عليها. هضيف دلوقتي الزيت، هضيف الفانيليا، اقلبهم كده، هضيف الدقيق بتاعي. طبعا انا ما قلتش الكمية بتاعت الدقيق، بس علشان ايه، هو طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني في نوعه. احنا ايه هنعجن لحد ما نحصل على القوام اللي احنا عايزينه قدامكم. هحط كده رشة الملح، هعجن كده، هزود في الدقيق لحد ما نشوف العجينة شكلها ايه كده مع بعض. اول ما تتقل كده انا هعجن بايدي، هزود دقيق تاني كده حبة كمان. دلوقتي هطلع كده المضرب بتاعي، هعجنها بايدي. خلاص كده انا خلصتها عجن كده، كده شكلها واضح قدامكم اهو. بصوا طريه كده وحلوه، بس في نفس الوقت اهو ما بتلزقش في الايد اهو. دلوقتي هلمها كده كويس واحطها هنا، اغطيها بستريتش باي حاجة فوطة، واسيبها بس قبل ما اشتغل فيها اسيبها ايه ترتاح كده 10 دقايق. العجينة بتاعتنا بعد ما سيبناها ارتاحت كده 10 دقايق، لو طبعا لو الجو برد وكده هتسيبيها اكتر، احنا مش عايزينها تخمر قوي طبعا علشان احنا ايه لسه، هنسيبها تختمر في الاخر خالص بعد ما نشكلها. هجيبها كده هقطعها كور صغيرة،
بالشكل ده. كلهم كده يكونوا قد بعض. بالشكل ده بكون جايبة كده ايه معايا حبة من الدقيق وده نشا. الدقيق ده هفرد بيه والنشا ده هحطه بين الطبقات علشان خاطر بس الحاجة تطلع معايا ايه مورقة كده وحلوة. افردها كده كويس. اهم حاجة اخليها ايه تكون رقيقة قوي كده. ده بعد ما فرشها كده هعمل ايه دلوقتي؟ هروح جايب حاجة كده او صينية اي حاجة عندك شيلها افردها فيها كده. على فكرة العجينة طرية معايا قوي كده، احنا عاوزينها كده بالشكل ده. تلاقيش بتروح كده او كده منك عادي. هكون طبعا ايه سيحت الزبدة بتاعتي هنا كده كويس. واروح ايه حتى رشة بسيطة كده من النشا اللي قلنا عليه. واضح؟ نفرد دلوقتي كده عصبة تاني. بس كده هجيبها واشيلها افردها كده عليها برضو. شدها كده ايه بحيث يكونوا كلهم قد بعض. بصوا دي اهم خطوة في الكرواسون بتاعنا علشان يكون مورق كده وحلو. اديناها كده ادينا بالزبدة بتاعتي كويس. اروح برضو جايبة ايه حبة كده من النشا حطاهم كده.
خلاص كده انا وصلت كده لاخر طبقه. هعمل ايه دلوقتي؟ خطوه مهمه قوي بس علشان الزبده بتاعتي السايحه دي تتجمد معايا وكده واقدر افردها تاني، عشان انا طبعا هفرد الطبقات دي تاني قدامكم. هدخلها بس التلاجة لمده 10 دقايق بس وهنخرجها. خلاص كده انا خرجت العجينه بتاعتي من التلاجة. هبتدي دلوقتي اعمل فيها ايه، هرش الاول كده، هفردها دلوقتي على النشا، هرش كده نشا علشان احنا ايه هنبتدي خلاص نشكلها الشكل الاخير. هرش نشا وانقلها كده، اهو بالشكل ده، وابتدي بقى ايه افردها. اول اخرج لو فيها هوا عشان ايه اعرف افردها كويس. نفردها كده كويس مع بعض. افردها كده من غير ايه محركها من مكانها ولا اي حاجة. خلاص كده انا ايه فردتها للسمك اللي انا عايزاه. هبدأ دلوقتي اعمل ايه، نقطعها كده نعمل شكل زائد كده الاول، وبعدين ايه افضل كده اعمل كده في المثلثات لحد ايه ما احصل على مثلثات صغيرة كده. كده اهو كل مثلث بعدين هقطعه تاني. الحجم اللي انت عايزاه بقى، لو عايزة تسيب المثلث كده كبير ماشي. كده واضح، ودي كمان. خلاص كده هعمل ايه بقى لنا كده، كده حته صغيره المثلث كده. انا قطعت الشوكولاته بتاعتي كده بالشكل اللي شايفينه ده. لو مثلث كبير هحط فيه القطع الكبيره دي، لو صغير هنحط فيه القطع الصغيره دي. دلوقتي انا هحط الشوكولاته كده بتاعتي بالطريقه دي، هعمل كده الفان كويس، متقلقيش من النشا ده، لان احنا ايه لسه هندهن الوش بتاعنا صفار بيضة ومعلقة من القهوة، يعني النشا ده هيختفي اصلا. شايفين شكلها كده واضح. هجيب دلوقتي ايه الصاج بتاعي، عايزة تحطي فيه مثلا تفردي فيه ورق زبدة ماشي، عايزة تدهنيه كده وترصيها كده فيه براحتك. هنعمل واحدة كمان كده قدامكم. هو الشكل واضح، هو شايفينها. اهو واحدة كمان. خلاص كده انا خلصتهم كلهم كده زي ما واضح قدامكم. دلوقتي برضه هسيبهم 10 دقايق وبعدين هدهن الوش بتاعهم وادخلهم الفرن.
بصوا انا بسيبهم 10 دقايق ليه؟ عشان انا دلوقتي اصلا الجو صيف، وبعدين احنا في الاول من نسج سيبناهم 10 دقايق، في 10 دقايق فكل ده من وقت التخمير بتاعنا، متقلقوش يعني. اول ما اسيبهم 10 دقايق كده ان شاء الله هدخلهم الفرن، والاول هدهنهم قدامكم وهنشوفهم مع بعض. دلوقتي اهو قدامكم ده صفار البيضة، هحط عليه كده نص معلقة من القهوة، هحط عليه ايه، فانيليا، ورق كده من الفانيليا، واروح ايه يدوب كده معلقة من اللبن، ومعلقة كده صغيرة خالص زبدة مثلا او سمنة، اضربهم كده كويس. هو ده بقى ايه اللي هدهن بيه الكرواسون بتاعي. خلاص كده شكلهم. دلوقتي هحطهم في الفرن، فرن كهرباء ينفع، فرن بوتاجاز، فرن خبيز، اي فرن عندك هتحطيهم ان شاء الله. مش هيكملوا كده، مش هيكملوا كتير في الفرن، وهنشوفهم مع بعض. وده الشكل النهائي ليه حبايبي بعد ما خرج من الفرن. يا رب تكون الطريقة سهلة كده وتكون عجبتكم وتقدري تنفذيها في اي وقت. ما تنسيش بقى لو اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي في قناتي، قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ولك مني جزيل الشكر. اهو زي ما شايفين من جوه مورق وجميل اهو، والشوكولاتة اهي حلوة وروعة وسايحة. ولو عايزة كمان تستخدمي الشوكولاتة اللي عملناها قبل كده في القناة كمان هتكون جميلة، وهتدينا كمان نتيجة هايلة. اشوفكوا على خير في فيديو جديد ان شاء الله.